القسم الثاني من كتاب تجاوز الإله، التطور وما بعده، الفصل السابع، حتما لابد من وجود مصمم. يقول ريتشارد داكنز: تخيلوا غزالا يعدو في فيافي السافانا الأفريقية آمدا في إنقاذ حياته، هربا من فهدة صيادة تطارده، يئن لاهثا بما قد يكون آخر أنفاسه. لعلكم مثلي تتعاطفون مع الغزال، لكن الفهدة لديها جراء جائع، فإن عجزت عن اصطياد فريسة قد تتضور وتموت هي وجراؤها جوعا. وقد تكون هذه الميتة أشنع من ميتة الغزال السريعة. إن شاهدتم فيلما يطارد فيه فهد غزالا، ربما أحد وثائقيات ديفيد أتنبرو، ستلاحظون على الأرجح مدى الجمال والأناقة فيما يبدو تصميم هذين الحيوانين. فعضلات جسديهما قوية كما الزنبرك المشدود، وكل تفاصيل الجسدين تحيي بالسرعة. إن أقصى سرعة يصلها الفهد تبلغ حوالي 100 كيلومتر في الساعة أو حوالي 60 ميل في الساعة، بل إن بعض التقارير تفيد أن أقصى سرعتها تصل 70 ميلا في الساعة، وهو إنجاز عظيم في ظل عدم اعتماد دفعها على العجلات وإنما الأقدام. وبمقدور الفهد التسارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة في غضون 3 ثواني، وهو تقريبا ما تحتاجه سيارة من موديل تسلا باستعمال نسقها الجنوني Insane Mode أو سيارة فيراري. لا يستطيع الفهد المداومة على هذه السرعة طويلا، فالفهود عداؤون للمسافات القصيرة بعكس الذئاب الذين يركضون مسافات طويلة. ورغم أن سرعتهم القصوى أبطأ حوالي 40 ميل في الساعة، إلا أنه بمقدور الذئب المثابرة وإرهاق الفريسة في النهاية، وتحتاج الفهود التربص بالفريسة بغية الوصول إلى مسافة فاصلة قصيرة، قصيرة لدرجة يمكن معها العدو السريع القصير الشد. فإن طال ذلك وتعدى العدو السريع أصاب الإرهاق الفهود وأدى بهم إلى التخلي عن المطاردة. لا تستطيع الغزلان الركض بسرعة الفهود، سرعة الغزال حوالي 40 ميل في الساعة أيضا، ولكن الغزلان تراوغ من طرف إلى طرف، مما يصعب على الفهد الإمساك بالغزال، وخاصة أنه عند العدو بسرعة كبيرة جدا من الصعب الالتفاف. وكباقي الظبيان تتقافز الغزلان عندما تطارد فتثب عاليا في الهواء. يبدو هذا تصرفا مفاجئا، فهو من غير بد يبطئ تقدمها ويستهلك طاقة، ولربما كان فيه إشارة للفهد: اقتباس، لا تضيع وقتك في مطاردتي، أنا غزال قوي أستطيع القفز عاليا في الهواء. مما قد يعني أيضا أن الإمساك بي أصعب من الإمساك بغزلان أخرى، من الأفضل لك السعي وراء غزال آخر من قطعي. نهاية الاقتباس. إن الغزال لا يتفكر في هذه التعليلات، فنظامه العصبي مبرمج لأن يتقافز دون أن يفهم السبب. فإن استطاع الغزال أن يتجنب الوقوع فريسة الفهد عبر إرهاقه، سواء أكان ذلك بالمراوغة أم التقافز، فإن الغزال سيكون في أمان ليوم إضافي على الأقل. يبدو كل من الفهد والغزال وكأنهما مصممان بشكل بارع، فالعمود الفقري لدى الفهد ينحني بشدة إلى الخلف، ثم يندفع نحو الجهة المعاكسة منحنيا بشكل يقارب ضعف الانحناء الأول، مما يعطي سيقانه القوة للانطلاق في عدو جنوني. كما إن رئتي الفهد كبيرة بالمقارنة بحجمه، وكذلك حال من خريه وأنابيب الهواء فيهما، فهو يحتاج ضخ كميات مهولة من الأكسجين إلى الدم وبسرعة. والقلب أيضا كبير بشكل مميز لضخ الكثير من ذلك الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات في سعيه المحموم. ولكن بصرف النظر عن حجم القلب، فمجرد وجود القلب أصلا تلك المضخة المعقدة ذات الحجرات الأربع والتي تعمل دون كلل أو ملل، لهو أمر مبهر بحد ذاته. لقد تم فهم رياضيات عمل القلب بالتفصيل،
ولن أحاول حتى أن أفسرها لأنها أعقد من أن أفهمها أنا. كيف نشأ كل هذا التعقيد؟ هل هو من غير بد ناتج تصميم عبقري لعقل رياضي؟ إن الجواب بشكل حازم هو كلا، حتى وإن كان جوابا مفاجئا، وسنرى التعليل في الفصول اللاحقة. والآن فكروا في عين الفهد، تلك العين التي تتوعد الفريسة أثناء تربص الفهد وتسلله في الخفاء نحوها. أو فكروا في عين الغزال التي تمسح محيطها باستمرار بحثا عن قطة كبيرة متوازية تترصد له. إن عين الحيوانات الفقارية هي آلة تصوير كاميرا، وهي آلة تصوير رقمية في الواقع، لأنها بدل استعمال فيلم في مؤخرتها لديها شبكية تتكون من ملايين الخلايا الصغيرة الحساسة للضوء، فلنسميها خلايا ضوئية فوتوسيلز. ترتبط كل خلية ضوئية عبر سلسلة من الخلايا العصبية بالدماغ. توجد للشبكية خرائط عديدة في الدماغ، وأقصد هنا بخارطة نمطا مناظرا، حيث أن الخلايا التي تجاور بعضها في الدماغ ترتبط بخلايا ضوئية تجاور بعضها في الشبكية بشكل يحافظ على الترتيب على الخارطة، بما في ذلك ترتيب الأشياء الموجودة جنبا إلى جنب وتلك الموجودة أعلى أو أسفل أشياء أخرى. ولكن التشابه مع آلة التصوير يتعدى ذلك، فالبؤبؤ يتسع ويضيق بفعل عضلات خاصة ترتبط بالقزحية الجزء الملون من العين، ويمكنكم مشاهدة ذلك بالنظر إلى عينكم في المرآة. فلو حملتم ضوءا وسلطتموه على العين اليسرى أثناء نظركم إلى العين اليمنى في المرآة، فسترون أن البؤبؤ يتقلص. نرى في آلة التصوير الأوتوماتيكية كذلك وجود حاجب العدسة القزحي Iris Diaphragm، فحتى الاسم يأتي من العين، وهو ينفتح وينغلق بمقدار يكفي لتمرير الكمية الكافية من الضوء، ويعمل على تقليص الفتحة عندما تشرق الشمس وإذا توسعتها عند غروب الشمس، تماما كما يحدث في العين. وبالمناسبة لا يحتاج البؤبؤ أن يكون دائريا كما هو لدى البشر، فبؤبؤ الغزال هو شق أفقي، أما بؤبؤ القطط فيصير شقا عموديا عندما يسطع الضوء، ثم يتسع لاحقا ليصير دائريا عندما يخفض الضوء. لكن المهم هنا هو أن البؤبؤ والعضلات المحيطة به تتحكم بمقدار الضوء الذي يدخل العين. ويذكر هنا أن الصورة المتكونة على الشبكية تكون مقلوبة رأسا على عقب. هل تستطيعون رؤية السبب في أن هذا الأمر لا يهم؟ لماذا لا يعني أننا لا نرى العالم مقلوبا رأسا على عقب؟ مرة أخرى كآلة التصوير تحتوي العين عدسة تستطيع تركيز الأشياء القريبة ثم تعيد التركيز على الأشياء البعيدة، أو بطبيعة الحال على أي شيء ما بين هذين القصوين. تقوم آلة التصوير وعين السمك بهذه المهمة عبر تحريك العدسة إلى الأمام والخلف، أما أعين الفهود والغزلان والبشر وثدييات أخرى فتقوم بالأمر بطريقة أقل بديهية، حيث تغير شكل العدسة نفسها باستخدام عضلات متخصصة متصلة بالعدسة. في حالة الحرباء تبرم كل عين فوق أبراج مخروطة صغيرة، وتستطيع الحرباء تبئير تركيز كل من العينين بشكل مستقل، وذلك باستخدام أسلوب السمكة وآلة التصوير وليس بأسلوب عصر العدسة، وتتمكن من الحكم على المسافة نحو هدف ما كذبابة مثلا بواسطة قياس ما تحتاج عمله حتى تبئر صورتها، مما يؤدي إلى مفاجأة الذبابة التي لا تعرف ما أصابها. والواقع أن ما أصابها بسرعة هائلة كان لسان الحرباء، والذي من المثل أنه أطول من الحرباء نفسها، إذ ينطلق بشكل تفجري كما لو كان حربة لزجة، ثم يتم سحب هذا اللسان الحربة مع الحشرة الهالكة وقد التصقت على طرفه. تشترك الحرباء مع الفهد في شيء ما، وهو أن كليهما يطاردان
فرئيسهما خدشة وببطء، فيتسللان بخفاء حتى يقتربان بما يكفي. ما يكفي ماذا؟ في حالة الفهد ما يكفي لانطلاقه عدوة تفجيرية تختم الصيد، أما في حالة الحرب فهنالك عدو ختامي من نوع ما أيضا، لكنه عدو ينفذه اللسان وحده، بينما يظل الجسد ثابتا في مكانه لا يتزحزح. هل تذكرون كيف يتسارع الفهد من 0 إلى 60 ميل في الساعة في غضون 3 ثواني؟ إن تسارع لسان الحرباء يعادل حوالي 300 أمثال هذا التسارع، لكن اللسان يصيب الذبابة أو يخطئها قبل أن تصل سرعة اللسان إلى 60 ميل في الساعة بكثير. ففي المحصلة هو مجرد لسان طوله يزيد على طول الحرباء بقليل، مما يعني أنه لا يمتلك الوقت الكافي ليصل سرعته 60 ميل في الساعة حتى مع ذلك التسارع المثل. ومرة أخرى يتبدى لنا وكأن كل هذا يستدعي وجود مصمم، أليس كذلك؟ ومرة أخرى هو حقا لا يستدعي ذلك كما سنرى في الفصول القادمة. ظل الفهم الدقيق لكيفية عمل لسان الحرباء لغزا على مدى فترة طويلة. كان أحد الاقتراحات المبكرة في هذا المضمار يقتضي أن اللسان يتضخم بفعل الضغط الهيدروليك، أي بفعل ضغط السائل مثل ما يحدث عند انتصاب القضيب، ولكن بسرعة أكبر بكثير. تستخدم العناكب القافزة أسلوب ضغط السائل أيضا. تستطيع هذه الكائنات اللطيفة القفز عاليا في الهواء بعد أن تثبت نفسها إلى الأرض بواسطة خيط حريري، يتم ضخ الدم بعنف في سيقان العنكبوت، فتستقيم السيقان بشكل باغت، فيؤدي ذلك إلى انطلاق العنكبوت قافزا إلى الأعلى. هذه هي نفس طريقة عمل ألسنة الفراشة والعثة. فاللسان يكون ملتفا في حالة السكون، لكنه ينفك بفعل ضغط السائل كما لو كان زمور حفلات، تلك اللعبة التي ينفخ فيها المرء فتنتفخ في وجه شخص آخر مصحوبة في العادة بصوت عال مزعج. رغم أن هذه النظرية خاطئة جزئيا، فهي قد أصابت بصدد شيء واحد على الأقل، ألا وهو أن لسان الحرباء مجوف. ولكن بدل أن تقتصر المسألة فقط على وجود سائل مضغوط، يحتوي لسانها كذلك على رزة صلبة طويلة تسمى العظم اللامي هيويد بروسيس. من الواضح أن اللسان أطول من الرزة اللامية، مما يعني يتطلب الحاجة لوجود مكان حول الرزة تتسع للسان وهو مطوي تطوقه عضلات قوية مرتفعة حوله. أدت هذه الحقيقة إلى اقتراح النظرية التالية حول عمل هذا اللسان، وهي الأخرى خاطئة لكنها أقرب إلى الحقيقة. وتقول تلك النظرية أنه حين تتقلص العضلات المحيطة بالرزة اللامية، فإن اللسان الزلق المجوف يتم عصره فينباثق خارجا من طياته المتراكبة بشكل يشابه الطريقة التي تطير فيها بذرة البرتقالة منطلقة عند عصرها. هذا هو ما يحدث تقريبا، ولكن ليس تماما. فالنقطة هنا أنه ما من عضلات تستطيع الانقباض بسرعة كافية لإعطاء لسان الحرباء تسارعه الجنوني. فللحصول على هذا النوع من التسارع لابد من تخزين الطاقة التي توفرها العضلات بشكل مسبق ليتم إطلاقها لاحقا. وهذا هو مبدأ عمل المقلع وكذلك القوس والنشاب. فذراع الإنسان لا تقوى على رمي السهم بسرعة كبيرة، لكن القوس المنحني يستطيع ذلك. فعندما تسحب عضلة الذراع خيط القوس إلى الخلف، يتم تخزين الطاقة العضلية في عملية حني القوس. بعد ذلك يتم إطلاق تلك الطاقة بشكل خاطف عندما تفلت الأصابع القوس، فيندفع السهم بشكل أسرع وأكثر فتكا مما لو ألقاه المرء بلا قوس. إن مصدر الطاقة الأصلي جاء من عضلات الرمي التي كانت تشد ببطء، أما إطلاق الطاقة فيكون مؤجلا وخاطفا، كانت فيه الطاقة مخزنة في القوس. أما في حالة المقلع
فإن طاقة عضلات الذراع تخزن في المطاط المشدود. كيف تشغل الطاقة المخزنة؟ لسان الحرباء: إن العضلات المحيطة بالرزة اللامية فعلا توفر الطاقة لقذف اللسان خارجا، ولكن هذه الطاقة مخزنة كما هي في حال المقلاع والنشاب، وهي مخزنة في غمد مرن يقع بين العضلة والرزة اللامية المزلقة جيدا. هذا الغمد المرن وليست العضلات بحد ذاتها هو المسؤول عن عصر البذرة من البرتقالة، والذي يؤدي في المحصلة بشكل خاطف إلى إطلاق هذه الآلية الزنبركية وقذف اللسان الحرب خارجا وبسرعة أعلى بكثير بفضل الغمد المرن، مقارنة بما لو حدث ذلك بأن تعصر العضلات اللسان مباشرة كما لو كان بذرة برتقال. ليس هذا اللسان حادا كالحربة، وإنما في نهايته عجرة أو عقدة. هذه العجرة لاصقة وفيها كوب شفاط يلتصق بالحشرة المسكينة، ويتم جرها عبر لف اللسان إلى داخل فم الحربة بواسطة مجموعة أخرى من العضلات اسمها العضلات الشامرة أو المرجعة Retractor Muscles. إن عجرة اللسان مقذوف ثقيل نسبيا، في حين يشبه باقي اللسان الحبل المتدلي. تتحرك العجرة بشكل قذائفي بالستيكلي، وهذا يعني أنه بمجرد إطلاقها تفقد الحرباء القدرة على التحكم بها، تماما مثل ما يفقد الرامي التحكم بالحجر بعد إطلاقه من المقلع أو السهم من النشاب أو الحرباء التي تشابه أكثر، نظرا لأن لسان الحرباء يظل مرتبطا بالجهاز الذي أطلقه في جسمها. تأتي تسمية الصاروخ البالستي العابر للقارات Intercontinental Ballistic Missile ICBM من كونه متى ما أطلق صار ذاتي الحركة، مقارنة بالصاروخ الموجه الذي يمكن تصحيح مساره خلال طيرانه لأجل أن يصيب الهدف بشكل أدق. بالمناسبة تستعمل الحشرات القافزة كالجنادب والبراغيث نفس فكرة المقلع، وذلك عبر تخزين الطاقة من حركة بطيئة للعضلات على شكل طاقة مرنة يتم تفريغها لاحقا بشكل سريع. والمادة المطاطة لديهم مذهلة واسمها ريسلين، وهي أكثر كفاءة من المطاط كمادة مرنة، مما يعني أن نسبة أكبر من الطاقة المخزنة تتوافر عند لحظة الإطلاق. والمقصود بالإشارة إليها بمصطلح الكفاءة efficient أن مقدار الطاقة الضائعة في العملية على شكل حرارة يكون ضئيلا. هنالك بعض ضياع للطاقة لا مفر منه بحسب القوانين الراسخة في الديناميكا الحرارية، ولكن لا مجال للتعاطي مع تفصيل تلك القوانين هنا. لعل أكثر شيء شاذ هو استعمال سرعوف البحر مانتس شريمب لخاصية تخزين طاقة المرونة كالنشاب، مما يعطي قدرة ضاربة مذهلة مقارنة بحجمه الذي لا يتعدى سوى بضع سنتيمترات. ذلك أن اثنين من أطرافه الأمامية قد تطورا ليصيرا كالمطارق أو الهراوات التي تضرب الفريسة بسرعة 50 ميل في الساعة وبتسارع يعادل تسارع رصاصة من مسدس توتو عيار 0.22 إنش. وفوق ذلك فهو ليس كالرصاصة، إذ أنه يحدث تحت الماء. أكرر تأكيدا على النقطة، يتم إنجاز هذا باستعمال طاقة المرونة المخزنة، ففعل العضلة بشكل مباشر لا يمكنه إنجاز ذلك بسرعة كهذه. يوجد المزيد ليقال بصدد لسان الحرباء، فمثلا تنطلق الرزة اللامية ككل إلى الأمام لمساعدة اللسان في طيرانه نحو هدفه، وهو مثل ما يحدث لو كان رامي القوس يركض نحو هدفه في نفس الوقت الذي يرمي القوس فيه، وهو يشبه ما يفعله رامي الكرة في لعبة الكريكت عندما يقذف بالكرة وهو راكض. قلت ما يكفي على الأرجح لأجعلكم تفكرون بالتالي اقتباس: أكيد هنالك من صمم
قل هذا الجهاز المثل، أو ليس كذلك؟ ومرة أخرى ستكونون مخطئين. لماذا أكرر قولي هذا وأنه أمر سيتم تفسيره في فصول لاحقة؟ لأن هذا الفصل ما هو إلا إعداد وتجهيز المسألة التي سيتم تفسيرها، وهي مسألة كبيرة وأنا لا أقلل من شأنها، ولهذا السبب كرست هذا الفصل بأكمله لعرض المسألة نفسها قبل أن أبدأ حتى بالحديث عن حل لها. وكما سنرى فإن التطور عبر الانتخاب الطبيعي هو النظرية الوحيدة الكبيرة بما يكفي لحل مشكلة كبيرة بهذا الحجم. رغم أن الحرباء تملك لسانا يثير العجب وعينين كالأبراج تستطيع الدوران، إلا أنها اشتهرت أكثر بسبب أمر آخر، وهو قدرتها على تغيير لونها ليتناسب مع لون الخلفية التي توجد عليها. يطلق عادة على السياسي الذي يظل يغير من رأيه ليتناسب مع الرأي السائد أحيانا لقب حرباء سياسية أو متلون. وتجاري بعض الأسماك المسطحة مثل بلايس سمك موسى بلايس مهارة الحرباء على تغيير لونها، لكن الأخطبوط يتفوق عليها وعلى أقاربهما بشكل حاسم. ذلك أن الحرباء والأسماك المفلطحة تغير ألوانها ببطء على مدى مقياس يستغرق دقائق. أما الأخطبوط أكتوبس والسبيدج سكويد والحبار كاتلفيش، والتي كلها تنتمي لطائفة الرأس قدميات سيفالوبودز، فتغير لونها من ثانية إلى ثانية. إن الرأس قدميات هي أقرب الكائنات على وجه هذا الكوكب لأن تكون كائنات من كوكب آخر، وتمتلك في حالة الأخطبوط 8 أذرع أو 10 أذرع في حالة السبيدج والحبار، والتي تحيط فمن كالمنقار. تمتلك الأذرع قدرة مذهلة على إنجاز أفعال تحتاج تحكما دقيقا وحركة متعرجة، وهو أمر مبهر بشكل خاص نظرا لعدم امتلاك هذه الحيوانات لهيكل عظمي، كما أنها الحيوانات الوحيدة التي تمتلك دفعا نفاثا حقيقيا، حيث أنها تستعملها للسباحة إلى الخلف خاصة عند الهروب المباغت. كذلك فهي تستطيع تغيير لونها بسرعة كبيرة لإحداث أنماط شكلية بالغة التعقيد، وهذا هو سبب ذكرها في هذا الفصل. وهي تقوم بذلك بأسلوب يشابه أسلوب عمل تلفزيون ملون حديث. عندما تشغلون جهاز التلفزيون انظروا عن كثب إلى الشاشة بواسطة عدسة مكبرة، فما لم يكن تلفزيونا قديما يعتمد على مسح خطوط أفقية، فإنكم ستلاحظون أن الشاشة كلها مغطاة بملايين النقاط الصغيرة الملونة المسمات العنصرات أو البكسلات، مفردها بيكسل. لكل بيكسل لون هو أحمر أو أزرق أو أخضر، ومن الممكن إضاءة كل بيكسل أو إطفاؤه، كما من الممكن زيادة سطوع إضاءته أو إخفاتها، وذلك بالتحكم بها بواسطة إلكترونيات جهاز التلفزيون. هذه البيكسلات أصغر من أن ترى عندما يجلس المرء على بعد ويشاهد التلفزيون، ولكن كل لون يراه المرء من على بعد أريكته مهما بدا دقيقا، يتكون من مزيج ما من البيكسلات بدرجات سطوع ملائمة. لو أنكم فحصتم جزءا يبدو ساطع البياض من الصورة بواسطة عدسة مكبرة، ستجدون أن الألوان الثلاثة كلها الأحمر والأزرق والأخضر مضاءة بشكل ساطع. أما في جزء أحمر من الشاشة فمن غير المفاجئ أن تكون البيكسلات الحمراء فقط هي المضاءة بسطوع، والأمر ذاته ينطبق على الأجزاء الزرقاء والخضراء من الشاشة. أما الأصفر فيتكون من إضاءة البيكسلات الحمراء والخضراء معا، والبنفسجي من خلط الأحمر والأزرق، والبني بخليط أكثر تعقيدا. أما الرمادي فهو كالأبيض يتكون من إضاءة الألوان الثلاثة معا، ولكن بخفوت. تقوم إلكترونيات التلفزيون بتحريك الصورة بسرعة عبر التحكم بسطوع كل واحدة من ملايين البكسلات، وتعمل شاشات الحاسوب الكمبيوتر بنفس الطريقة.
كذلك فمن المذهل أن نعرف أن جلد الأخطبوط أو السبيدج أو الحبار يعمل بنفس الطريقة، فجلدها ككل أشبه ما يكون بشاشة تلفزيون حية، لكن التحكم بالبكسلات لا يتم هنا بشكل إلكتروني، ذلك أن كل بكسل هو كيس صباغ صغير، وتوجد هنا 3 ألوان تماما كما هو الحال في التلفزيون، لكن الألوان ليست أحمر وأزرق وأخضر، وإنما أحمر وأصفر وبني، ولكن كما في بكسلات التلفزيون فإن التحكم بكل نوع من الأنواع الثلاثة يتم بشكل مستقل، وذلك لتعديل نمط الألوان المعروضة على سطح الجلد. إن بكسلات الرأس قدميات أكبر بكثير من بكسلات التلفزيون، ولا عجب فهي أكياس صباغ، ومن غير الممكن عمل أكياس صغيرة إلى ذلك الحد. ولكن كيف يتم التحكم بها؟ كل كيس يقع داخل عضو يسمى حامل الصباغ أو الملونة كروماتوفور، تلك الأسماء أيضا حاملات الصباغ لكنها تعمل بطريقة مختلفة. في حالة الرأس قدميات يكون جدار الكيس مرنا. من المثير للاهتمام كيف أن المرونة تظل تظهر في كل مكان. توجد خلايا عضلية متصلة بحاملات الصباغ، هذه العضلات مرصوفة على شكل أذرع يشبه نجمة البحر، ولكن الشكل يملك في هذه الحالة 20 ذراعا بدلا من 5 أذرع فقط. عندما تنقبض العضلات فإنها تمط جدران الكيس، مما يؤدي إلى عرض مساحة أكبر من الصباغ، وهذا يؤدي إلى أن يصطبغ حامل الصباغ بلون الصباغ فيه. وعندما تسترخي العضلات فإن الكيس يتقلص حتى يصير نقطة بفعل جدرانه المرنة، وهذا يعني أن لونه يصير شفافا عند رؤيته من بعد. ونظرا لكون العضلات تتحكم بتغيير اللون، ولأن العضلات تتحكم بها الأعصاب، فإن العملية سريعة تستغرق حوالي 5 ثانية للتغيير. هذا ليس بنفس سرعة شاشة التلفزيون، لكنه أسرع بكثير من جلد الحرباء التي تتحكم فيه الهرمونات بحاملات الصباغ، وهي مواد تنتقل ببطء عبر الدم. تتحكم الأعصاب بانقباضات العضلات عندما تقوم بشد حاملات الصباغ، والأعصاب بدورها تتحكم بها خلايا في الدماغ. إن فعل الأعصاب سريع لكنه ليس بسرعة المكونات الإلكترونية في التلفزيون. نظريا إن استطعنا ربط دماغ السبيدج إلى جهاز كمبيوتر قد نتمكن من عرض أفلام تشارلي شابلن على جلده. لم يقم أحد بهذا بعد، لكن السبيدج نفسه يقارب ذلك بأمواج الألوان اللطيفة التي تتغير كما لو كانت غيوما قد تم تشريع مرورها عبر السماء. قام الدكتور روجر هاندن من مختبر وودز هول للأحياء البحرية، وودز هول مارين بيولوجي لابوراتوري، مشكورا بقراءة مسودات مبكرة من هذا الفصل بطلب مني. وعندما قرأ اقتراحي بعرض فيلم تشارلي شابلن أخبرني بما يلي. قام هو وبعض من زملائه بربط عصب في زعنفة سبيدج ميت إلى جهاز آيباد عبر سلك بطبيعة الحال. لا تستطيع الزعنفة أن تسمع، لكن السلك نقل نبضات كهربائية متناغمة مع توقيت الإيقاع القوي للموسيقى، وهذا أدى إلى تحفيز عضلات حاملات الصباغ، وكانت النتيجة جنونية أشبه بأضواء الديسكو. ابحثوا عن Insane in the Chromatophores على اليوتيوب لتجدوه. يقول داكنز: لكن قصة الرأس قدميات تكتسب المزيد من التشويق. أولا عليكم أن تعرفوا أن هنالك طريقتين تتلون بواسطتها الأشياء. الأولى هي الصباغ كالحبر والصبغة والدهان، والتي تمتص بعضا من ألوان ضوء الشمس الساقط لتعكس البقية. أما الطريقة الثانية فهي ما يعرف بالتلون الهيكلي Structural Coloration أو التقزح اللوني Auridescence. والتقزح اللوني لا يعمل بواسطة امتصاص ضوء الشمس، وإنما بعكس الضوء وتوليد ألوان تتباين اعتمادا
على الزاوية التي ينظر منها المرء والزاوية التي يسقط فيها الضوء على السطح. تمثل فقاعات الصابون ذات ألوان قوس قزح المتلألئة مثالا على التقزح اللوني. يأتي المقابل الإنجليزي لكلمة قزحية إيريس من اسم إلهة قوس القزح لدى اليونان، ولا بد أنكم شاهدتم نفس الشيء في الطبقات الرقيقة للزيت على وجه الماء. إن التقزح اللوني هو الذي يعطي ريش الطاووس ألوانه اللطيفة، وهو الذي يعطي الفراشات الاستوائية الزرقاء المسامات مورفو لمعانها. إن السبيدج لا يفوت فرصة أي خدعة، والتلون الهيكلي هو من ضمن الخدع في جعبته، إذ توجد تحت حاملات الصباغ طبقة أخرى تسمى الحاملات القزحية إريدفورس، وعلى نقيض حاملات الصباغ فالحاملات القزحية لا تغير من شكلها، وإنما تتلامع بشكل ملون مثل جناح فراشة المورفا، حيث تعطي بريقا أزرق أو أخضر في العادة، وهي ألوان لا تستطيع حاملات الصباغ توليدها كونها حمراء أو صفراء أو بنية، وبعض الحاملات القزحية ولكن ليست كلها تستطيع تغيير لونها كذلك، وذلك بأسلوب يختلف عن الذي يحدث في حاملات الصباغ. توجد الحاملات القزحية في طبقة منفصلة تحت حاملات الصباغ فتشكل خلفية ملونة متلامعة والتي يمكن أن تغطيها جزئيا حاملات الصباغ الوامضة من فوقها بشكل متفاوت، إضافة إلى طبقتي حاملات الصباغ والحاملات القزحية. ثمة طبقة ثالثة توجد تحت الحاملات القزحية تسمى حاملات الأبيض لوكافورس، وهي بيضاء وكحال ندف الثلج، يأتي لونها الأبيض لأنها تعكس كل الأطوال الموجية للضوء، لكنها لا تعكسه بشكل منتظم كما تفعل المرآة، وإنما تشتته في كافة الاتجاهات. لأي الأغراض تستعمل الرأس قدميات ألوان جلدها وأنماط هذه الألوان. إن الغرض الأساسي هو التمويه، فهي تستطيع التحكم بحاملات الصباغ بشكل فوري تقريبا لمحاكاة الخلفية. من الممكن مشاهدة هذه الخاصية في فيلم لطيف صوره روجر هانلن خلال غوصه في البحر الكاريبي قبالة جزيرة كايمان الكبرى جراند كايمان آيلاند. ترون على الصورتين 4 و5 لقطتين من ذلك الفيلم عندما سبح الدكتور هانلن نحو كتلة بنية من الأعشاب البحرية، حصل على مفاجأة سارة بأن بعض تلك الأعشاب حولت لونها إلى أبيض تهديدي، وهذا أدى إلى ظهورها بشكل بارز مقابل الخلفية. وفي تلك اللحظة أطلقت غمامة من الحبر البني الغامق لحجب رؤية أي مفترس محتمل، ثم سبحت مبتعدة. يستحق الفيلم أن تبحثوا عنه. عند البحث استعملوا جملة روجر هانلن أكتوبس كاموفلاج تشينج، إلا أن الأمر المثل بشكل خاص هو قدرة الرأس قدميات على تقليد لون الخلفية رغم أن أعينها عمياء لونيا. فكيف تعرف لون الخلفية إذن؟ لا أحد يعرف بشكل مؤكد، لكن هنالك أدلة توحي أنها تملك أعضاء رؤية من نوع ما تغطي سائر جلدها، أو على الأقل تغطي أجزاء كبيرة من جلدها، وهذه الأعضاء ليست عيونا بالمعنى الحقيقي للكلمة، فهي لا تستطيع تكوين الصور، وإنما حالها كما لو كانت شبكية متوزعة على كافة الجلد، والشبكية هي جل ما تحتاجه لأجل تكوين صورة ملونة قابلة للاستعمال عن الخلفية. ليس التمويه الغرض الوحيد الذي تستعمل الرأس قدميات لأجله قدرتها المذهلة على تغيير لونها، فهي تستعمل ذلك أحيانا لإخافة أعدائها أو لمغازلة شريك. وفي لقطة فيلم آخر صور روجر هانلن نوعا من السبيدج يستخدم اللون الأبيض لتهديد الذكور المنافسين مقابل استخدام البني المخطط للتقرب إلى الإناث. انظروا إلى الصورة 6. في فيلمه هذا نرى ذكر سبيدج يؤدي إنجازا مثلا يلون فيه جانبه الأيمن
بالأبيض لدرء الذكور الآخرين، بينما يلون جانبه الأيسر بالبني المخطط لإمتاع الأنثى الموجودة إلى جانبه. يستحق المشاهدة. ابحثوا عن روجر هانلن Signaling with Skin Patterns وتستطيعون رؤية الذكر وهو يغير لونه بشكل فوري، ثم بعد ثوان تتحرك الأنثى إلى الجانب الآخر من الذكر، فيقوم الذكر بعكس ألوانه لتتناسب مع الوضع بحيث لا ترى الأنثى سوى النمط اللوني للمغازلة. كما وتستطيع الرأس قدميات تغيير ملمس جلدها فتؤدي إلى تجعيده بحيث تصير عليه نتوءات أو أشواك أو بروزات. إن بحثتم على الإنترنت عن التمويه لدى الحيوانات Animal Camouflage ستجدون مئات المزيد من الأمثلة عن كائنات تستعمل تمويهات مذهلة. هي استعراضية بمعنى ما، ولكنها تهدف للتخفي وعدم الاستعراض بمعنى مخالف، وذلك لتحمي نفسها. فنراها لدى عناكب وضفادع وأسماك وطيور، والأهم لدى الحشرات. تبين الصورة 8 بعض الأمثلة. إن العناية بالتفصيل هي الأمر القاسم، فكل واحد منها يبدو كتحفة راقية أنتجها فنان خلاق. وكلمة خلاق تعيدني إلى النقطة الأساسية في هذا الفصل، فكل ما يتعلق بأي حيوان أو نبات ويشمل ذلك كل التفاصيل عن كل منها يظهر بشكل ساحق كما لو كان قد صممه وخلقه أحد ما. وعلى مر القرون أعطى الناس وهم مخطئون الفضل في ذلك لهذا الإله أو ذاك. من بين تلك الآلهة التي لا تعد ولا تحصى والتي التقيناها في الفصل الأول، أو أعطاه لخالق بلا اسم دون ما تحديد لهويته. بالنسبة لي ما أراه أكثر إبهارا من التمويه هو التعقيد المطبق في أجساد الأحياء، وقد حصلنا على نكهة مدى هذا التعقيد في حالة العين، لكن دماغكم أكثر إذهالا من ذلك. فهو يحوي 100 مليار خلية عصبية كما لو كانت شجرة كثيرة الفروع والجذور. انظروا الصورة أدناه، ترتبط ببعضها بشكل يمكنكم من التفكير والسمع والرؤية والحب والكره والتخطيط لحفلة الشواء والقدرة على تخيل فرس نهر كبير أخضر أو الحلم بالمستقبل. وهذه صورة للأعصاب أو الخلية العصبية. يقول داكنز، يوجد على هذه الصفحة رسم توضيحي للتفاعلات الكيميائية التي تحدث في خلية مفردة في جسمكم. لديكم أكثر مما مجموعه 30 تريليون خلية تمثل الفقاعات الصغيرة مواد كيميائية، والخطوط الواصلة بينها تشير إلى التفاعلات الكيميائية فيما بينها. لا تأبهوا للأوصاف التفصيلية، ولكن إن توقفت التفاعلات الكيميائية التي تشير إليها تموتون. والآن فكروا بجزيء واحد فقط من جسمكم، وهو الجزيء الهيموغلوبين. هذا الجزيء هو الذي يعطي الدم لونه الأحمر، وهو بالغ الأهمية في نقل الأكسجين من الرئتين إلى حيث له حاجة، مثلا إلى عضلات الساق النابضة بالحركة لدى فهد أو غزال يعدو. وإليكم الرسم التوضيحي. يقول داكنز، وثمة أكثر من 6,000,000,000,000,000,000 جزيء هيموغلوبين تمر مندفعة في أرجاء جسدكم في هذه اللحظة. في مرة قمت بإجراء حساب لكتاب آخر، والرقم يبدو هائدا إلى حد السخافة، لكن ما من أحد اعترض عليه. مفاده أن عدد جزيئات الهيموغلوبين التي تتكون في جسم الإنسان في كل ثانية هو 400,000,000,000,000، وأن هنالك عدد مساوي من هذه الجزيئات تنحل في الثانية. إنه لتعقيد يورث الانبهار. مجددا، يبدو أن ذلك يتطلب وجود مصمم بالغ البراعة. ومجددا كذلك، ستظهر الفصول اللاحقة أن الأمر لا يتطلب ذلك. إن هذا لتحدي عظيم، وأكرر أن هدف هذا الفصل هو إظهار الحجم الهائل لهذا التحدي، وذلك قبل أن نشرع في مواجهته للرد عليه.
إن الجمال يثير تحديا من نفس النوع، فالجمال الملفت لديل ذكر الطاووس يهدف لجذب إناث الطاووس، وهو يرجع بشكل أساسي للتلون القزحي الهيكلي Structural Iridescent Coloration. فقد نقول أنه جمال لذات الجمال، لكن من الممكن للجمال أن يخدم دورا وظيفيا بأن يكون مفيدا. أنا أعتقد أن طائرات الركاب جميلة وأن جمالها يتأتى من شكلها الانسيابي، والطيور المحدقة جميلة لنفس السبب، كذلك الحال في الفهود أثناء عدوها، رغم أنني لا أتصور أن الغزال يرى الجمال في ذلك. قد يترككم هذا الفصل مع الانطباع بأن التصاميم الحية مثالية وأنها ليست فقط جميلة وإنما تناسب غرضها بشكل مثالي، سواء أكان ذلك الغرض هو الرؤية أم تغيير اللون أم الركض السريع للإمساك بفريسة أم الركض السريع لتجنب الوقوع كفريسة أم الظهور بمظهر يطابق لحاء الشجرة أم الظهور بمظهر لا تستطيع أنثى الطاووس مقاومته أو غير ذلك. إن كان قد تكون لديكم هذا الانطباع فعلي أن أخيب ظنكم قليلا، لا سيما إن نظرتكم إلى ما تحت سطح جلد الكائنات الحية، حيث ستجدون عللا واختلالات وهي تكشف الكثير، وما تكشفه هو التاريخ التطوري، إذ تظهر بجلاء أنها ليست ما يتوقعه المرء لو كانت الحيوانات قد صممت بشكل عاقل ذكي، إنما هي العكس من ذلك تماما. ثمة العديد من أنواع السمك التي تعيش على قاع البحر وهي تملك أجسادا مسطحة، وتوجد طريقتان يمكن فيها للجسد أن يكون مسطحا. تتمثل الطريقة البديهية بالاستلقاء على البطن ثم تصطيح الجسد من الأعلى بحيث يتمدد الجسد إلى الجوانب، وهذا ما فعلته أسماك الورنكية سكيتس والشفينيات ريز، ويمكن للمرء أن يتصورها كما لو كانت أسماك قرش مرت فوقها متحلة حدائق، ولكن أسماك فلايس وسمك موسى سول والسمك المفلطح فلاوندر قد أنجزت الأمر بشكل مختلف، ذلك أنها تستلقي على أحد جانبيها، أحيانا على الجانب الأيسر وأحيانا على الأيمن، لكنها لا تستلقي على بطنها كالورنكية أبدا. ربما خطر على بالكم أن الاستلقاء على أحد الجانبين سيؤدي إلى مشكلة لو أنكم كنتم سمكة، فإحدى عيناكم ستكون ملتصقة بأرض البحر مما يجعلها فعليا بلا فائدة، وهذه المشكلة لا تظهر عند الورنكية والشفنينيات، فعينها في أعلى رأسها المفلطح وكلتا العينين تستخدمان بشكل مفيد لرؤية الأشياء. فما الذي فعله البلايس والسمك المفلطح بصدد ذلك؟ لقد كونت جمجمة مشوهة ملتوية لأجل أن تنظر كلتا العينين إلى الأعلى بدلا من أن تكون إحداهما موجهة نحو أرضية البحر، وأنا أعني حرفيا ملتوية ومشوهة. انظروا الصورة رقم 7. ما من مصمم جيد سينتج ترتيبا من هذا النوع، لا معنى لذلك من وجهة نظر تصميمية، لكنه تصميم يشي بتاريخه المكتوب على وجه السمكة الذي يشابه لوحات بيكاسو على نقيض أسلاف الورنكية والشفينينيات من أسماك القرش. فإن أسلاف الأسماك المفلطحة كان على شكل سمك الرنكة هيرينج الذي يشبه الشفرة العمودية، تنظر عينها اليسرى إلى اليسار وتنظر العين اليمنى إلى اليمين بشكل تماثلي يتناسب مع قد يريده مصمم جيد، ولكنها عندما غيرت طريقة معيشتها لتصير على القاع لم يكن من الممكن لتلك الأسماك العودة إلى مرحلة التصميم مثل ما كان سيفعل المصمم، وبدلا من ذلك عمدت تلك الأسماك إلى تعديل ما توفر لديها مما أدى إلى الرأس المشوه. هنالك مثال شهير آخر فيه خلل كاشف، شبكية عينك فهي معكوسة مؤخرتها مكان مقدمتها، وهذا هو حال كل الفقاريات. لقد وصفت الشبكة آنفا على أنها شاشة من الخلايا الضوئية، ترتبط تلك الخلايا الضوئية بالدماغ عبر خلايا عصبية،
وتبدو الطريقة المستخدمة في الرأس قدميات كالأخطبوط هي الطريقة المعقولة لإجراء ذلك الربط، ذلك أنما تقابل الأسلاك الرابطة لديها بين الخلايا الضوئية والدماغ تنطلق من خلفية الشبكية بمسلك معقول. لكن الأمر ليس كذلك فيما يقابل الأسلاك في الشبكية لدى الفقاريات، ذلك أن الخلايا الضوئية هنا مربوطة بشكل عكسي، فكل خلية ضوئية موجهة بعيدا عن الضوء. فما المسلك الذي يوصل الأسلاك؟ أي الخلايا العصبية التي تخرج من الخلايا الضوئية إلى الدماغ، إنها تمر فوق سطح الشبكية وتأخذ المعلومات من الخلايا الضوئية، ثم تتجمع في رقعة دائرية في منتصف الشبكية تدخل عبرها لتذهب راجعة إلى الدماغ. انظروا إلى الشكل التوضيحي على الصفحة التالية، ويسمى الموضع الذي تدخل عبره النقطة العمياء، وإليكم الرسم التوضيحي. يقول دوكنز: وليس مفاجئا أن سبب التسمية هو أن هذه النقطة عمياء. يا له من ترتيب سخيف. في مرة قال العالم الألماني الشهير هيرمان فون هيلمهولتز، والذي كان طبيبا وفيزيائيا رائدا، أنه لو قام مصمم بعرض تصميم العين للفقاريات عليه لرد التصميم ورفضه. ومع أن موقفه هذا مبرر، إلا أن عين الفقاريات تعمل بشكل جيد جدا كما نرى جميعا. إن طبقة الخلايا العصبية التي تمر فوق سطح الشبكية رقيقة، وهي شفافة بما يكفي للسماح للضوء بالمرور من خلالها. أما مثالي المفضل عن التصميم الرديء فهو العصب الحنجري الراجع Recurrent Laryngeal Nerve، والحنجرة هي صندوق إنتاج الصوت والموجودة في الرقبة، وفيها عصبان من الدماغ يطلق عليهما اسم الأعصاب الحنجرية، يربط أحدهما بشكل معقول الدماغ مباشرة بالحنجرة، واسمه العصب الحنجري العلوي Superior Laryngeal. أما العصب الآخر الحنجري الراجع فمساره جنوني، يمر من الدماغ عبر الرقبة ثم ينزل متخطيا الحنجرة، والتي من المفروض أن تكون مستقره النهائي نحو عمق الصدر، حيث يلتف حول أحد الشريانات الرئيسية المتصلة بالقلب، ثم يعود إلى الأعلى باستقامة نحو الرقبة حتى ينتهي مطافه في الحنجرة، وهي المكان الذي كان يفترض أن يتوقف عنده قبل نزوله إلى الأسفل. يشكل هذا المسار تحويلة كبيرة في حالة الزرافة. لقد رأيت ذلك بشكل حي عندما ساعدت في تشريح زرافة ماتت للأسف في حديقة حيوان، وذلك لبرنامج تلفزيوني. أكرر مجددا، هذا تصميم سيء بشكل واضح، لكن من الممكن فهمه بشكل معقول جدا إذا ما نظرنا إلى التاريخ. ذلك أن أسلافنا كانوا أسماكا ولا توجد للسمك رقبة، وما يعادل العصب الحنجري الراجع لدى السمك ليس راجعا، فهو يخدم إحدى الخياشيم، حيث إن أكثر المسارات مباشرة تقود من الدماغ إلى ذلك الخيشوم يكون من وراء الشريان المقابل. فالأمر هنا ليس تحويلة أبدا، لكن في مرحلة تاريخية لاحقة عندما بدأت الرقبة تطول، عندئذ احتاج العصب أن يقوم بتحويلة طفيفة، ثم تزايد طول الرقبة مع تعاقب الأجيال، فزاد طول التحويلة أكثر وأكثر. وحتى عندما طالت التحويلة إلى حد السخف في أسلاف الزرافة، فإنه بسبب آلية حدوث التغير التطوري كما سنرى في الفصل الذي سيأتي، استمر طول التحويلة بالازدياد بدلا من تغيير المسار بشكل كلي لتخطي الشريان. لو نظر مصمم إلى العصب وهو يتعدى على بعد بضع سنتيمترات من الحجرة ليمر إلى الأسفل عبر الرقبة الطويلة جدا، لقال: اقتباس، انتظر لحظة، إن هذا لسخف، نهاية الاقتباس. ومجددا كان لي هولمز سيرفضها ويردها. كذلك الأمر في حالة الأنبوب الذي ينقل الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى القضيب، فبدلا من أن يأخذ أكثر الطرق المباشرة يذهب إلى الأعلى عبر البطن
ويلتف حول الأنبوب الحامل للبول من الكلية إلى المثانة. ومجددا لا معنى لهذه التحويذة إلا لو نظرنا إلى تاريخها التطوري. تعجبني جملة اقتباس إن التاريخ التطوري مكتوب على كافة أجزائنا، نهاية الاقتباس. عندما نشعر بالبدء تقشعر أبداننا، والسبب هو أن أسلافنا كانوا شعورين. عندما كانوا يشعرون بالبرد كانت كل شعرة تنتصب فتؤدي إلى زيادة في سماكة طبقة الهواء المحصورة بين الشعرات، مما ساعد على إبقائهم دافئين وكأنما لبسوا سترة إضافية. أما اليوم فلم تعد أجسامنا كلها مكسوة بالشعر، لكن العضلات المسؤولة عن انتصاب الشعر لا زالت موجودة ولا زالت تتجاوب بلا فائدة مع البرد، محاولة نصب شعر لم يعد موجودا. إن تاريخنا الشعوري مكتوب على جلودنا العارية، مكتوب بلغة القشعريرة. وكتلخيص لهذا الفصل أود العودة إلى الفهد والغزال. لو أن الله صنع الفهد فهو قد بذل جهدا كبيرا في تصميم قاتل ممتاز، سريع شرس حاد البصر، لديه مخالب وأسنان حادة ودماغ مكرس لقتل الغازلان بلا رحمة. لكن الإله نفسه بذل جهدا مساويا عندما صنع الغزال، ففي أثناء تصميمه للفهد لأجل قتل الغزال كان مشغولا أيضا بتصميم الغزال كخبير في الهروب من الفهد، وجعل كليهما سريعا بحيث ينافس واحدهما سرعة الآخر، مما يدفع المرء للتساؤل في صف من يقف الله بالضبط، إذ يبدو أنه يراكم العذاب على الطرفين. هل يستمتع بهذا كما لو كان متفرجا على رياضة استعراضية؟ أليس من الفظيع أن يفكر المرء بأن الله يستمتع بمشاهدة الغزال في ذعره وهو يركض ليبقى حيا ثم يسقط على الأرض ليخنقه الفهد فيشد على رقبته حتى يتوقف عن التنفس، أو أنه يستمتع بمشاهدة الفهدة إذا ما فشلت في القتل تتضور جوعا وتموت جوعا مع جرائها التي تئن بشكل مثير للشفقة؟ لا يشكل أي من هذا مشكلة بالنسبة للملحد طبعا، لأنه لا يؤمن بالآلهة أصلا، إلا أننا لا نزال نملك حرية الشعور بالشفقة على الغزال المرعب أو الفهد الجائع هي وجراؤها، لكننا لا نجد أوضاعها عصية على التفسير. فالتطور الدارويني عبر الانتخاب الطبيعي يفسرها مثلما يفسر كل شيء آخر عن الحياة وبشكل مثالي، وهو ما سنراه في الفصول الثلاثة الآتية.